أحسنت. كذلك يعني كتبنا الدينية المصرحة واللي موجودة في المكتبات أو حتى في مكتبة بيتك أو حتى الكتب الدراسية موجود فيها الأحاديث، تتناقش ويا أبنائك، تتحاور وياهم في الموضوع الفلاني، تضربهم أمثلة وتأتي بهم قصص من رسول صلى الله عليه وسلم، سواء على حسب الموقف. على سبيل المثال نأتي على زيارة المريض، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور المريض السلام. وكان يدعو للمريض: اللهم يا رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفائك. تدرسهم هذه العبارة، خلاص تغرس قيمة زيارة المريض وعيادة المريض وما أجر الزيارة. تدعو لك الملائكة من يوم تذهب من بيتك حتى ترجع، يعني حتى في ترغيب بالأجر. يعني كسبت أنت أول مثلا هذا واسية المريض، أحييت السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الأجر كبير بعد هذه الزيارة. الأمر الآخر، نأخذ على سبيل المثال الآن قصة الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم أن تطرق لزيارة المريض الآن. عندما كان يؤذيه جاره اليهودي، كان يضع الشوك في طريقه، بعد ذلك عندما جلس فترة يعني ما عاد كان في إذاء، لما سأل كان إن اليهودي مريض، فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا إحياء لل يعني في مجتمعنا، عندنا فرضا الهندوسي، عندنا الأديان أخرى موجودة معنا في مجتمعنا. هذا هو شخص غير مسلم، فبالك بالمسلم مؤذي. أيوة. ليس فقط غير مسلم، وهو مؤذي. غير مسلم نعم. مؤذي يعني شوف هذه الرسول صلى الله عليه وسلم، تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم إنه زار قبل الإساءة بالإحسان. أيوة. فزي ما ذكر الإساءة بالإحسان، أنت لابد أنك تحيي هالشعيرة في صحيح. أبنائك أو حتى أبناء أخوك أو أبناء أسرتك أو المحيط اللي فيك الآن. ممتاز. أو أنت حتى أنت يا معلم، ليس لابد أنك تخصصك تربية إسلامية، حتى لو تخصصك مثلا حاسب آلي، كيمياء، علوم، رياضيات، أي تخصص، ليس انفصال هذا تخصص بتخصص، كلنا نؤدي رسالة، رسالة تربوية دينية. فالواجب على كل مربي سواء أب، حتى مثلا حتى لو كان العسكري الآن واجه سوى أحد خطأ، ما عندك مشكلة أنت تسوي المخالفة، لابد تغرس فيه، تبينه وش الخطأ وش أثره حتى يقتنع الشخص. يعني نلاحظ الآن خذ مخالفة وكذا، لا بين الأثر حتى يقتنع الإنسان ويستشعره لما عاد يقع مرة ثانية. جميل. جميل. في هذه أحسنت. النقطة أحسنت. هو لما نلاحظ يعني بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرتبطة بتعامله، تعامل الآباء مع أبنائهم أو الأمهات، يعني مثلا قول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، يعني ذلك فلينظر أحدكم من يخاليه، يعني ذلك أنك لابد أن تحرص على من يصاحب ابنك. كذلك البنت حشمها وحشمتها وسترها وعفافها، كل ذلك مرجعه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. دكتور عبد الرحمن، دكتور محمد جزاه الله خير وياك، تطرق الجانب مهم جدا وتعامل الآباء مع أبنائهم وثمرة ذلك، يعني إذا غرسوا في بعض المعاني النبيلة، وذكر أيضا حتى يعني في وزارة التعليم عندهم بعض المعاني الجميلة، أما السلوك الإيجابي يغرس في الأبناء، وفيها أشياء كلها منبعها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يعني انضباطه في حياته وتعامله وإيثاره وكذلك. إن نريد أن لا نتجاوز كذلك، وهي مرتبطة بحديث الدكتور محمد، بيت النبوة. بيت النبوة. كيف تعامله مع زوجاته بالأخص؟ أحسنت. أنا أريد أن أضيف لما تفضل به الدكتور محمد. من ضمن المصادر المهمة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، أشهر وأفضل من وجهة نظري واطلاعي، أفضل كتاب تناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحاديث الصحيحة وكتب الأحاديث، هو كتاب سيرة ابن هشام. سيرة ابن هشام، سيرة رسول الله، هذا عنوانه، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الحقيقة كتاب قيم جدا، مطبوع طبعات كثيرة ومتوافر بشكل كبير الحقيقة. يعني أنا أنصح ألا يكون تخلو منه مكتبة منزل من منازل. كذلك أيضا زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم، كتاب شهير أيضا يفترض ألا تخلو منه مكتبة من المكتبات، بالإضافة إلى كتاب رياض الصالحين للنووي. هذه الكتب الثلاثة يعني الحقيقة أنا أنصح جميع أخواني المشاهدين والمستمعين أن يقتنوا هذه الكتب وأن يقرأوها ويطلعوا عليها. كذلك أريد أن أضيف أيضا لما تفضلت به دكتور محمد، اللي هو قضية الزيارة، زيارة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم
كان يزور حتى الكفار. نعم. المرضى الكفار غير المسلمين. فزار عم أبي طالب في مرضه وكان يحثه ويدعوه كلمة يا عمي قل كلمة وحاج بك عند الله، يريد أن ينطق الشهادة، يدعو الإسلام إلى آخر رمق، دعوة الإسلام إلى آخر رمق من هذا عم أبي طالب، لكن ما للأسف لم يستجب، فقام بزيارته وهو لم يكن مسلما. كذلك أيضا كان هناك خادم يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، غلام يهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات هذا الخادم انقطع عنه، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، زاره في بيته، ثم أنه دعاه إلى الإسلام، فشخص الولد ببصره لوالده، نظر إلى والده استشيره، كأنه استشاره ما يقدر يتكلم لأنه مريض، فنظر إلى والده فقال نعم، يعني هز راسه والده عندما شاهد هذا الموقف. محمد صلى الله عليه وسلم يزور غلاما يهوديا في بيته، فعندما زاره وراء هذا المشهد قال أطع أبا القاسم، أثر في الابن ووالده، أثر في الابن وفي والده، فقال أطع أبا القاسم، فنطق الشهادة وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. كان رحيما مع نسائه عليه الصلاة والسلام، يحصل في البيت النبوي ما يحصل في كل بيت. بيت محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية عليه الصلاة والسلام، صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة عليه الصلاة والسلام وصاحب الوسيلة عليه الصلاة والسلام، الذي اصطفى الله عز وجل، خليل الرحمن، خير البشر عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم أجمعين، لم يخلو بيته عليه الصلاة والسلام من مشكلات زوجية ومن غيره ومن مشاكل بين أزواجه، ومع ذلك نجد الزوج الرحيم، نجد الزوج الوفي، نجد الزوج الحكيم عليه الصلاة والسلام. فكان وفيا مع خديجة رضي الله عنها حتى بعد وفاتها، كان حتى إذا ذبح شاة وزعها على صديقات خديجة، وربما أيضا حصل غيرة من بعض نسائه، وحصل بعض الأخطاء التي عالجها النبي صلى الله عليه وسلم وبين خطأها. فعائشة رضي الله عنها قالت لصفية، والغيرة بين النساء يعني شيء طبيعي جدا حتى بين أمهاتنا التي نعتز بهن، سيداتنا وأمهاتنا، زوجاته صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين جميعا. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ربما وقعت في الغيرة وأدت بها الغيرة، وكما قال كما قيل يعني المرأة إذا غارت لا ترى أعلى الوادي من أسفله، فقالت لصفية رضي الله عنها أرضاها، قالت لها حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تقصد بأنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأفسدت لشدتها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، هذا شيء كان يقع حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالجه بحكمته برفقه بلينه عليه الصلاة والسلام مع زوجاته عليهن رضي الله عنهن وارضاهن. فتحصل هذه الغيرة عندما أهدت أحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، أهدته طعاما، حفصة، يعني أهدته حفصة بنت عمر في بيت عائشة، نعم، أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما في بيت في اليوم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكان تقول الآن دوري ونصيبي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحق لأحد أي واحدة من كنا أن تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في يومي. فأخذت الصحن، عندما أتت الخادمة بهذا الصحن الذي فيه الطعام أخذته وقالت إن هذا هدية للنبي صلى الله عليه وسلم من حفصة رضي الله عنهن جميعا، فأخذت الصحن ورمت به في الجدار وانكسر الصحن وسقط الطعام. فكأنها من شدة الغيرة هكذا فعلت رضي الله عنها وأرضاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعد ذلك يعني رجعت عما فعلت وكأنها تندمت عما فعلت، فقالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام. لكن قبلها دكتور قال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم، أي غارت، قال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم. هذا التصرف كله كان ناتج عن غيرة، الغيرة تقع. ولذلك الحقيقة يعني أنصح الحقيقة جميع الأزواج
بأن يكونوا يقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في حلمه وفي تعامله مع زوجاته حتى في حالة الغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غضبة. يقول لمن؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من أحب أزواجه إليه عليه الصلاة والسلام. فقالت: ومتى؟ قال: إن كنت راضية عني قلت ورب إبراهيم، وإن كنت غضبة قلت، وإن كنت راضية عني قلت ورب محمد، وإن كنت غضبة قلت ورب إبراهيم. قالت: نعم يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك، لا أهجر إذا غضبت، لا أهجر إلا اسمك. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل معهم. صفية رضي الله عنها أرضاها، وهي صفية بنت حيي بن أخطب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر في السنة 7 للهجرة، وكانت وهي صغيرة تقول: كنت أدخل على أبي وعلى عمي ياسر بن أخطب ووالدها حيي بن أخطب، كان إذا رآني عمي هش لي وبش إلا في اليوم الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على أبيها وكانت صغيرة، وعلى عمها ياسر بن أخطب، فلم يهش لها ولم يبش على غير العادة، على غير عادته معها. فسمعتهم ذلك الوقت تتحدثان ويقول بعضهم لبعض: أهو هو؟ فيقول: نعم. فيقول: أهو هو؟ يعني ياسر يخاطب أخاه حيي، يقول: أهو هو؟ يقصد هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجود في التوراة؟ فيقول: هو. نعم، قال: هو. قال: وما أعددت له؟ قال: عدوته ما بقيت. عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مهرها عتاقها رضي الله عنها وأرضاها، جاء الغيرة التي كانت أيضا في البيت النبوي بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كان يرددون ويقولون بأنها جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام، وقالت أنهن يقولون، يعني يصفون، يقولون ابنة اليهودية. قال: إن قالوا ذلك فقولي بأنك ابنة نبي وعمك نبي وزوجة نبي. لأنها يقولها للسيرة بأن صفية بنت حيي بن أخطب أنها من ذرية هارون، من ذرية هارون عليه الصلاة والسلام، فيكون عمها موسى عليه الصلاة والسلام. جميل. ويكون والدها وجدها البعيد هو هارون عليه الصلاة والسلام، ويكون زوجها خير البرية صلى الله عليه وسلم. جميل. الله يجزاك خير دكتور عبد الرحمن. فعلا يعني